أصبح من الضروري أن نعتمد على نسبة النمو الصناعي التي ستكون هي المخرج الأساس بالنسبة للاقتصاد المغربي، وسيكون لها دور كبير. حسين، تصريح قيس يعقوبي لإثارة جدل حول الملعبية أنه يستقطبوا معنا المغرب والجزائر كما نقولوا احنا بلغتنا العامة بالفلوس، يجيوا يكوروا في منتخبات الجزائر والمغرب، الشيء اللي أثار غضب حفيظة الجزائريين المغاربة، اعتبروا المغاربة اعتبروا أن الموضوع هذا مش موجود. وفما أصلا تصريح ما هي الشتيمة، لا ما ينقص حتى شيء من منتخبات المغرب ولا الجزائر، لأن هي منتخبات مغاربة وجزائريين ومستوى راقي ويخدموا على رواحهم بسقيهم وخلصوهم على المستوى متاعهم. زغبي موتسيبي حكم لاكاف بلاده ما تدي حتى مادة حتى كوب دافريك، هذا ملي راه هو تقول يقولوا المغرب هو اللي حاكم كاع لاكاف، المغرب ما داتك حتى كوب دافريك. بصح ربما إذن السلام عليكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا وقناتكم ام بي طوب. كما العادة كما شفتوا معايا في مقتطفات الفيديو في البداية، فغادي تشوفوا معايا مواضيع مهمة عن صنع في المغرب وعن الصناعات المغربية المتطورة وتقدم المغرب في كثير من المجالات في الصناعة. فالمغرب أصبح يصنع كثير من الأشياء يعني متطورة، مثل درونات، مثل القطارات، مثل الطائرات، مثل السيارات، يعني بزاف ديال الحوايج. المغرب دخل بقوة في مجال الصناعات. الأصدقاء أيضا غادي تشوفوا معايا قضية مدرب تونس اللي صرح بتصريحات يعني غير مسؤولة تجاه المغرب وأيضا تجاه الجيران، اللي تكلم على حوايج اللي ما كاينينش، يعني لا أساس لهم من الصحة. المغرب والمنتخب المغربي واللاعبين المغاربة من كيبغيو يجيو يمثلوا يعني الراية المغربية، فكيجيو حبا لوطنهم ماشي كيف ما كيقول هو. الأصدقاء ما نطولش عليكم بزاف، ما تنسوش اللايكات ديالكم، الأراء ديالكم خلال التعليقات، ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة. ما نطولش عليكم بزاف، خليكم مع الفيديو. اليوم تحدث رئيس الحكومة سيد عزيز أخنوش عن الصناعة وهذا القطاع وعن أهم المراحل التي شهده وعن مساهمة هذا القطاع اليوم في الاقتصاد وكيف ساهم في أن يتموقع المغرب على الصعيد الدولي. حريبنا أن نعرف أولا بكم يساهم القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. القطاع الصناعي صراحة بدأ منذ مدة لا بأس بها يساهم بنسبة مهمة خلافا لما كان عليه الأمر هذه سنوات من قبل. نعم. يعني بعد اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش في المملكة المغربية، رأينا ولاحظنا على أن التوجه كان توجها نحو صناعة فاعلة في المستوى الاقتصادي المغربي، ولهذا فنحن نرى بأنه نسبة القطاع يعني التطوير الصناعي أو نسبة القطاع الصناعي فاقت ما أعتقد ما لا يقل عن 5 إلى 6% في المدخول الوطني الخام. لكن ما علينا أن نرى بأنه القطاع الصناعي منذ أن بدأت العملية في السنوات العشر الأخيرة بدأ المغرب ينفذ استراتيجيات واعدة ومهمة على المستوى الصناعي. وكما ذكرتم في تقريركم فالقطاع الصناعي بدأ يحتل مكانة مهمة جدا، وإلى جانب ذلك هناك كون أن القطاع الصناعي تم دعمه بعدد من المشاريع الاستراتيجية كميناء طنجة المتوسط، كميناءات مهمة على المستوى الوطني سواء بمدينة الداخلة وهو مستقبلا سيتم تشييده، ميناء الناظور، وميناءات كثيرة جعلت من المغرب يكون فعلا بلدا مهما، بلدا استراتيجيا، خصوصا وأن المغرب بدأ يطور صناعات كثيرة. مثلا هناك في شبكة الطرق وصلنا إلى 1800 كيلومتر، كما علما أن في سنة
1999 ما كان المغرب يتوفر إلا على 80 كيلومتر، الآن 1800 كيلومتر هي موجودة. هنا كذلك عدد يعني صاحب الجلالة دشنا يعني مؤسسات كثيرة وخصوصا مدنا للصناعية كثيرة على امتداد التراب الوطني. طيب دكتور القراوي، ما الذي يجعل المغرب وجهة صناعية ربما تفتح آفاقا أوسع على المستوى الدولي اليوم؟ دكتور إدريس العيساوي أشار إلى نقطة مهمة تتعلق بالاستثمار في البنى التحتية سواء فيما يتعلق بالموانئ أو طرق السيارة مثلا، ماذا بعد؟ نعم، هو أكيد بعد ما المغرب يعني قام باستثمارات مهمة في البنيات التحتية، أطلق من 2005 عدد من المبادرات الصناعية، يعني بدأت بمخطط الإقلاع 2005، ثم بعدها مشينا حتى المخطط السريع الصناعي 2014-2020، وصلنا لميثاق ديال الاستثمارات الجديد، وصلنا أيضا إلى مناطق صناعية مستدامة، وصلنا أيضا إلى شراكات دولية في واحد العدد من الصناعات الرائدة كصناعة السيارات، كصناعة الطيران، الصناعات التي تخص الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي. إذن كل هذه الديناميات اليوم اللي المغرب شهدها في القطاع الصناعي تؤكد أن التوجه استراتيجي للدولة وأن القيمة المضافة الصناعية في السنوات المقبلة هي التي يعني ستشكل حجر أساس من نمو اقتصادي. أكيد أن هذا الأمر يعني المغرب تأكد منه بعد ما أن القيمة المضافة الفلاحية أصبحت تتراجع، بعد ما أن المحصول الزراعي في 4 سنوات الأخيرة اللي كانت سنوات ديال الجفاف يعني أصبح من الصعب جدا تحقيق حتى 50 مليون قنطار في الوقت اللي كان برمجه في قوانين المالية 70-75 مليون قنطار. يعني هذه القناعة اليوم اللي وصلنا لها على أن القيمة المضافة الصناعية هي اللي خصها تحمل التنمية وبالتالي النمو الاقتصادي بالبلاد ديالنا، تأكدت بفعل الظروف ديال التغيرات المناخية، بفعل المؤهلات للمغرب اللي كيكتسب يعني في المنطقة ديال الشرق الأوسط في منطقة شمال إفريقيا، تأكدت أيضا يعني بالمبادرات الملكية اللي خصت يعني القارة الإفريقية والمقاربة رابح رابح، واحد العدد من الاستثمارات اللي نجحات يعني بدول الإفريقية يعني الشقيقة، وتأكدت أيضا على أن المغرب عنده موارد بشرية مهمة ومؤهلات كبيرة اليوم، وأنه يعني استطاع أنه يوظفها باش يجيب يعني مصانع دولية ويطور وحدات صناعية في جل جهات المملكة. وهذا التوجه الصناعي اليوم خصنا نستمر فيه، بل أننا نقويه على كل المستويات. إذا سمحت لي سيدتي، على المستوى المؤسساتي حان الوقت اليوم باش أن مشاريع قوانين المالية السنوات المقبلة تولي تعتمد الفرضيات ديالها على القيمة المضافة الصناعية وعلى فرضيات فيها الإبداع الصناعي. حان الوقت ايضا على ان هاد الشراكات المغرب اللي عنده بالقطاعين والقطاع العام والخاص، لا على المستوى الوطني لا حتى على المستوى الانفتاح الدولي، يكون فيها واحد التفاوض على يعني نقل المعرفه الصناعيه، تطوير كفاءات صناعيه، ثم ايضا التشغيل في المجال الصناعي. هذا اساسي جدا باش نخفضوا معدلات البطاله. نركزوا ايضا على القيمه المضافه الصناعيه الداخليه والصناعات الوطنيه اللي خصنا نطوروها، ندعموا النسيج المقاولات المقاولات الصغيره المتوسطه ايضا لكي تنخرط في سلاسل الانتاج الدولي، وبالتالي سيدتي الكريمه كنرفعوا التنافسيه ديالها وكنرجعوها وحدات صناعيه عندها مؤهلات الجوده عالميه، وبالتالي تساهم في التصدير وتحسين حتى الميزان التجاري. نعم سيدي. طيب سأعود إليك لنتحدث كذلك عن الصناعة المحلية، كيف يمكن أن نطورها كذلك لتواكب هذه الطفرة التنموية؟ دكتور إدريس العيساوي، نمتلك اليوم ميثاقا استثماريا جديدا، كيف يمكن لهذا الميثاق أن يساهم كذلك في إعطاء دفعة ربما أقوى للقطاع الصناعي؟ أعتقد بأن هذا الميثاق وإني بموجبه يمكن للمغرب أن يقوم بقفزات على مستوى الاختيارات التي المغرب يحاول أن يسيعها، على الأقل هو مصمم على أن يتخطاها وأن يفتح آفاقا جديدة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الصناعي. إن الآن كما جاء على لسان الزميل الذي يتحدث، فالاقتصاد المغربي نرى بأن اقتصاده أو مبني على فلاحة يعني تتأثر بشكل كبير بالتساقطات المطرية، ولذلك
أصبح من الضروري أن نعتمد على نسبة النمو الصناعي التي ستكون هي المخرج الأساس بالنسبة للاقتصاد المغربي، وسيكون لها دور كبير سواء تعلق الأمر بالشركات الكبرى أو الشركات المتوسطة أو الصغيرة جدا، إن هي التي تشكل المحرك الأساس للاقتصاد المغربي، سواء تعلق الأمر بالاستثمار أو بتفكير في يعني مخارج ومنشآت مهمة خارجة عن ما كنا نعتاد أن نراه في الاقتصاد المغربي. ولا أريد هنا أن أذكر بشيء أساسي، هو أن المملكة المغربية دخلت منذ مدة في سياق تطوير استراتيجيات مهمة جدا، وخصوصا فتح مجالات أولا على المستوى الرياضي. المغرب سينظم نهائيات البطولة الإفريقية لكرة القدم في 2030، لدينا تنظيم نهائيات بطولة العالم لكرة القدم، وإلى جانب ذلك هناك القطاع السياحي الذي عرف تطورا خطيرا ومهما جدا، لأن الرياضة من شأنها أن تجلب عددا من السواح ومن المواطنين الأجانب الذين يريدوا أن يكتشفوا ما هو موجود في هذا الاقتصاد. فأعتقد بأن الآن اكتملت الصورة، فهناك تطور على المستوى الصناعي، هناك كذلك إمكانيات قوية على المستوى الزراعي، وأعتقد بأن هذه الإمكانيات ستمكن المغرب من أن يشتغل على سيادته الاقتصادية بشكل قوي. هذه السيادة الاقتصادية دكتور يوسف القراوي تقتضي كذلك تشجيع ما يصنع في المغرب، أنت تواكب بشكل يومي المقاولة المغربية، ما الذي نحتاجه من أجل أن تتطور كذلك الصناعة المحلية، خاصة وأن لدينا رهان كبير يتعلق بخفض نسبة البطالة التي تجاوزت 13%؟ نعم سيدتي، الرهان اليوم هو على نسيج المقاولات المغربية، يعني المقاولات الصغيرة والمقاولات الصغيرة جدا التي تشكل حجر الأساس، لأنها هي تمثل أكثر من 95% من النسيج الاقتصادي المغربي. وهذا الرهان في واحد العدد ديال الجوانب إلا سمحتي لي غنحاول نطرق لها بعجالة. أولا دائما كنرجعوا للجانب ديال التمويل، خصنا تمويلات مبتكرة مبسطة بمصادر يعني سلسة وبمساطر سلسة عفوا، والهدف هو تمكين النسيج المقاولتي من الولوج للتمويل، لان بفضل ديال التمويل غادي نستمروا في العجله الانتاجيه، غادي نطوروا يعني مصانع محليه وترابيه ونرفعوا من الانتاجيه وغتكون عندنا الجوده. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني وجانب ديما انا كنتحدث مع المقاولين كنقول لهم انتبهوا له، للمقاولين الذاتيين وحتى المقاولين الشباب، الجانب يعني اللي كيتعلق يعني بالجوده وبالمواكبه التقنيه، لان هذه اساسيه جدا. كيمكن لك تحصل على التمويل ولكن الا ما خدمتيش المشروع، الا ما خدمتيش الفكره، الا ما كانش عندك الجوده، الا ما يعني ضبطتيش سلسله الانتاج ديالك باش انك يكون عندك واحد المنتوج تنافسي بواحد الكلفه مقبوله بسعر ملائم يعني للقدره الشرائيه للمواطنات والمواطنين، ما غاديش تقدر يعني توجه الاقتصاد التوزيعي. ثم ايضا ملي كنوصل للمقاولات الصغيره والمتوسطه، خص الولوجيه الاسواق الوطنيه، الولوجيه الصفقات العموميه، الولوجيه ايضا تحصل على سندات طرب لا من طرف يعني القطاع الخاص ولا القطاع الخصوصي ولا القطاع شي العمومي. وهنا كيخصنا نشتغلوا على معايير الجوده ونرفعوا يعني يتعين مهنه المقاولات الصغيره والصغيره جدا باش تصبح عندها المؤهلات باش تولج الاسواق الوطنيه، لا اللي كتكون في القطاع الخاص ولا الشيء العمومي ولا حتى يعني القطاع العام. ثم ايضا هناك نقاط اخرى اساسيه يجب الاشتغال عليها، يعني تسريع الرقمنه ديال هذه المقاولات، الرفع من الجوده ديالها، كيفاش ان هذه المقاولات يمكنها ان تنخرط في سلاسل الانتاج الدوليه وتصبح مقاولات مصدره، كيف هذه المقاولات ان يعني تتطور على المستوى الوطني وتصبح يعني شركه مستثمره على المستوى الافريقي ولا حتى على المستوى الاوروبي، لماذا؟ اذا هاد المؤهلات اللي عند المقاولات اليوم الصغيره والصغيره جدا تلزمها مواكبة تقنية وليس فقط التمويل، وتلزمها مصاحبة يعني تقنية ومتواصلة باش ان هذه المقاولة هذه كنرفعوا من المؤهلات ديالها، لا على مستوى الجودة لا على مستوى الانتاجية. ثم ايضا كاين واحد الدور اساسي
يتعين ان يلعب يعني المسؤول العمومي او يعني الجهات العموميه فيما يتعلق بتوفير الوعاء العقاري، تخفيض ايضا الضغط الضريبي على المقاولات الصغيره والصغيره جدا. ثم ما ننساوش ان هناك قطاع غير مهيكل ينافس هذه المقاولات الصغيره والصغيره جدا اللي كتشكل حجر الاساس من نسيج المقاولات. اليوم عدد ديال الدراسات كانت في السابق تقول بان حجم القطاع غير المهيكل ينتج 30% من الناتج الداخلي الخام، يعني اكثر من 300 مليار ديال الدرهم. حان الوقت باش نفكروا في اليات من اجل يعني تشجيع الولوج يعني لهذا الاقتصاد المهيكل وليس الزجر، لان المقاربات في السابق بينت ان الزجر ماشي هو الحل. القطاع غير المهيكل ينافس سيدتي القطاع المهيكل، اليوم خصنا ندمجوه باش نقوي الاقتصاد الوطني. نعم. طيب دكتور العيساوي، بقي دقيقة أريد أن أخصصهما لموضوع يبدو لي مهم جدا، وهو موضوع القضاء. ما أهمية أن يكون لدينا قضاء متخصص خاصة فيما يتعلق بالتحكيم رأس المال جبان كما تعرف، ونحتاج لعنصر التوقع من أجل جلب مستثمرين على المستوى الدولي؟ دكتور العيساوي، يا صراحة هذه منذ مدة والمملكة المغربية تحاول أن تصلح مجال القضاء. ومجال القضاء هو مربط الفرس، لأن إذا كان قضاء متخصص وقادر على أن يعني على الأقل أن يطرح الأمور كما هي وأن يفصل بين المشتكون من هذا القطاع ومن هذه الجهة وتلك الجهة، فأعتقد أننا لا يمكن إلا أن نكون سعداء إذا وجدت لدينا محاكم صادقة، محاكم قادرة، محاكم قادرة حتى من ناحية التقنية. إن فهم الملف هو مسألة مهمة جدا بالنسبة للقاضي وبالنسبة للمتقاضي، فنعتقد إذا كانت هذه المسألة مضمونة في على مستوى القطاع العمومي، فأعتقد بأن القطاع الخصوصي والمستثمر ستكون له الثقة الكاملة ليضع استثماراته في الاقتصاد المغربي، وأن يأتي من دون أي تحفظ ليستثمر أمواله ويغامر بها في غطار القطاع في الاقتصاد المغربي الذي هو مقبل على أن يكون اقتصادا منفتحا على الدول الإفريقية، على أوروبا وعلى كل بلدان العالم، لأن المغرب يساهم بشكل قوي في تنمية القطاعات الاقتصادية القوية التي هي موجودة في فوق التراب المغربي وتطمح لتكون قوية بالنسبة للآفاق الأخرى، سواء تعلق الأمر بإفريقيا أو أوروبا أو الدول العربية. شكرا جزيلا لك. تونس كل تسمع فيك، دونك كلمة باهية، أعطيونا حلول. سينو لو ديبا باش نحكيو على غضب في الجزائر والمغرب بسبب تصريحات قيس اليعقوبي. لو ديبا الفيديوهات نتاع الاذاعات الكل نتاع التلفز الكل التونسيه ولات موجوده دي زيكستري، حتى الكلام اللي قلنا احنا الولاده، حتى الكلام اللي قلنا احنا في بلاتوات في المغرب والجزائر يحكيوا على تصريحاتنا شنو قلنا، خاصة كانت كيف احنا نتفرجوا فيهم يتفرجوا فينا راهو كيف يتفاعلوا معانا هم اكثر شوي. احنا الامانه قزمنا رواحنا بما قاعد يتقال في بعض البلاتويت او حتى عند بعض المدربين او حتى اللي قالوا قيس راهو قزمنا كتوانسه للامانه، لانه نسينا شنو نحن عملنا وقدمنا للناس قاعدين نسوقوا في ناس شنو قاعدين يعملوا. لا سيدي انا خلينا نقلب الايه يا اخي، المنتخب اليوم ما ترشحش قد افريقيا هو ترشح يا سيدي في اسوأ نسخه للمنتخب الوطني التونسي وفي اسوأ نسخه تعيشها تونس على مستوى الرياضه. المنتخب التونسي موجود في الكأس الإفريقية للمرة 17 على التوالي، رقم قياسي إفريقي، ما حق وحتى منتخب عربي ولا إفريقي. نحكي هكايا ونسوق روحي هك، من بعدين نحكي على مشاكلي، مشاكل نحكيها الداخل. اليوم كارو قيس مش في شلوم عليه، هنا من حقه ممكن يبرر في بعض الأمور أو ضغط النتيجة أو الهزيمة خليته يقول هكاكا. لا سيدي أنا عندي مشاكل نحكي على مشاكلي، ولكن خنثمن اللي أنا في أخيب نسخة موجود في كأس إفريقيا، واليوم في أخيب نسخة جبت ملاعبية جدد للأمانة مش يكونوا هما نهار آخر حاملين المشعل. نحكي البلوكان تاع إدريس الميزوني للأمانة
ملاعبي فرض شخصيته في المنتخب حاجه بادره حاجه مزيانه. خلينا نحكي على المزيانه نتاعي بعد ما يسالش نمشي للسلبيه. اليوم البلاتويد نتاعنا الكل تقريبا حكيت على المشاكل لا خن فما نساك انا مش انجاز هو ان المره 17 موجود في الكاس الافريقيه في اسوأ نسخه اسوأ نسخه خايبين على الاخر نحن موجودين. فما بالك لو كان كنا في حالاتنا الطبيعيه اداريا وفنيا وتسييريا ممكن نكونوا مش نقارعوا الكبار. وحسين عاش في المنتخب وبرشا ملاعبيه عاش في المنتخب وقت اللي ظل تونس منظمه اداريا راهو فنيا باش تمشي الامور. نحن حكينا كان فنيا ونسينا الامور الاخرى يعني راهي تاثر تاثر برشا. حسين تصريح قيس يعقوبي اللي اثار جدل حول ملاعبيه انه يستقطبوا معنا المغرب والجزائر كما نقولوا احنا بلغتنا العامه بالفلوس يجيوا يكوروا في منتخبات الجزائر والمغرب الشيء اللي اثار غضب حفيظه الجزائريين المغرب مغاربه اعتبروا المغاربه اعتبروا انه الموضوع هذا مش موجود. وفما اصلا تصريح من مدرب الحراس اللي لعب مع قيس يعقوبي يعني حكي عليه هو كان حكي يعني قيس يعني عمري اي قال انا عمري ما حكيت معاه على موضوع شوف هيك. اول شيء ما كاروش قيس حكى على اشقائنا ولا على كل واحد يحكي على بلاده وعلى كورته وعلى أمور. حاجه اللي تخصه كل واحد شنو يعمل هو حر في سياسته هو حر ما عندناش علاش احنا عندنا كونفرنس دو بريس نتاع ماتش تونس وغامبيا اكزاكتومون شنو دخلنا في الجزائر وشنو دخلنا في المغرب وشنو دخلنا في كل واحد حر نقول واحد ما يسالش نمشي نقول انا غالب ستريس بريسيون حب يفسر حاجه حب يفسر اللي ما نجموش نجيبوا جوارات وقت غش وقت واحد ما قال ما كاروش اما توا الموضوع حسين بالله سامحني جوست كلمه نتفاعل معاك ما تنساش راه بالكلام نتاعو مس الملاعبيه اللي جبناهم مس الصخيري مس العيدوني مس العشوري مس حنبعل مس الميزوني مس الناس الكل كانكم انتم درجه ثالثه ورابعه باغابوغ اوزوتخ الناس ما تقراش راهي شوف قلت لك الرساله الاعلاميه رساله مشفره لازم تكترها وتحللها هو الموضوع يخص توا موضوع ولا اعمق من جواراتنا توا دخلنا احنا في علاقتنا مع بلدان اخرين مع اشقاء مع اخوات شوف كان نعرش هو اكيد حاتم تنجم ترجع انت بالفيديوهات نتاع مناول حكينا فيه الموضوع قبل وانا كان راي واضح وثما شكون كان مختلف معايا وكل واحد حر انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا بلداننا وما اخواتنا الجزائر والمغرب وليبيا ومصر والبلدان هذوما اللي دايرين بينا الموضوع منه ما ثماش من ناحية المادية على اساس على معرفتي وعلى خلطي وعلاقتي مع تقريبا كل الجنسيات في البيين معناها تجبد وتحكيها في الموضوع فماش فلوس بالنسبه لي انا على كلامهم ما نكلمش واحد أي أي أي. الموضوع وانا صراحه راي من غير حتى ما قالوه لي ما نتصوروش على خاطر كان واحد يوصل يجيب لاعب بالفلوس للمنتخب الوطني نتاعو شنو باش تكسب منه جايك مو باش تاخذ فلوس كي جاي ولا مخذيهم ولا الفلوس بعد ما باش يعطيك حتى شيء مادام جاي من غير وطنيه صحيح ومن غير روح ومن غير حب لك البلاد لك حتى كان ما عادش فيها ونعطيك مثال انا مثال مو واضح بالنسبه لنا بالنسبه لنا المثال اكثر مثال تنجم تحطه اكيد خالد والدكتور يعرفوا هو مثال حكيم زياش حكيم زياش مولود في هولندا ويتكلم كان هولندي ولا يتكلم حتى شيء جاه ماركو فان باستن لما تقول ماركو فان باستن ماركو فان باستن مدرب المنتخب الهولندي قال له باش تكون انت كان مش النجم الاول واحد من ابرز نجوم المنتخب الاول شنو جاوبه حكيم زياش قال له صحيح انا تولدت في هولندا وعشت في هولندا ونتكلم في هولندي ومنتخب هولندا يمكن يهزني لبعيد لبلا سخرة قال له انا في الداخل ها نحس في روحي مغربي مره اخرى اكل عام جمال بالماضي سالوه على الموضوع قال لهم اللاعب اللي هو ما يبديش الرغبه هو يبعث ايميل خاص للجامعه وللمدرب ويقول انا نحب نلعب في المنتخب وبش نعطي كل شيء للمنتخب انا ما حشتش بيه برافو دونك وهذا معمول في تونس كيف كيف معمول بيه بارتو ما يتكبر علينا حتى واحد اراو الجامعه اللي توصل روحها انها تجيب جوار بالفلوس باش يمثل وطنها انتهيت اراو ليه مو باش يعطيك حتى شيء مو باش يعطيك حتى شيء نهار اللي تتكبس الحكايه ولا ماتش اون افريك ولا ماتش في ستريس ولا ماتش في بريسيون ولا ماتش في ضرب خلصني نقول لك ليه خويا شنو دخلني انا اعطيني فهمت دونك انا بالنسبه لي انا قيس صاحب وصديق وزميل وعشرة ملاعب ولد حبنتي زلت لسان في وقت بريسيون وقت جينا بالصواب الصواب وكان تمسوا اخواننا على الاقل احنا كرياضيين نعتذروا منهم راهو انتوما
معناها خويت ماناش تنافس في الملعب على 90 دقيقة واحد وراه وانا متأكد اللي قيس يبرد شوية ويخرج يقول راني انا ممكن زلت لسان اما راهو عندنا ثقة فيكم ونعرفوا اللي راهو كل واحد مثل البلد نتاعو راهو عنده وطنية وراهو يحب البلد هذيك وما نحب والله ساعات نقول ندخل روحي في اللي ما يدخلش والله ما بربي يكون اصغر منكم ولا اكبر منكم ولا اللي هو بربي اللاعبين ولا المدربين ولا اللي هو ها نخليه وإحنا راهو اليد في اليد ليك نور صحيت بربي بربي راو مش باهي ان راو نجبدوا بعضنا ولا ندخلوا في بعضنا ولا نقعدوا نجاوبوا على بعضنا أي. ان شاء الله يا ربي راو شوف المدرب يدرب وبش يغلط وبش ينجح أي. المحلل من حقه شو خدمته هنا يخلص عليش ولا قاعد هنا باش يعطي مش معناها راو راي وذيك الحقيقه باش يعطي راي نجم نعطيك انا راي ورايك انت مش مقتنع بيه شكون اللي قرر ما هو باش يختار اللي يحب هو أي. اسمع الراي انت كان ثم راي عجبك ولا مقنع اعمل بيه ما عجبكش اما بربي 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 ان شاء الله ونداء كاخو حتى على سمير وقيس ولاد الدار واحدة مثال تبرد الامور وان شاء الله تتفض الامور راو في الاخر راو ما لقاو كان بعضنا وليتيك ليتيك كيفاش نعرف بالعربي الاخلاقيات يلزمنا نقفوا مع بعضنا ما نجبدوش بعضنا على الموضوع الشخصي في الكورة نعطي رأيي واعطي رأيك وانت قد اما في الاخر نقعد وراء اليد في اليد خاطر هذيك اللي تعمل قوتنا البارح كانت هزيمة خايبة برشا المنتخب قدام منتخب غامبيا لفت للانتباه كونه كاينه الهزيمة تعدات في درجة ثانية قدام تصريح قيس اليعقوبي لأثار جدل كبير بين تونس والجزائر قيس اليعقوبي في كل كونفيرونس دو بريس يثير الجدل بتصريحه وهو يتسمى من ليزونترونور القليل اللي يتسمى زاد به في الكوميونيكاسيون فوالا دونك لكن المشكله اللي ابارامون طلع موش به برشا في الكوميونيكاسيون خاطر البارح التصريح نتاعو عمل مشكله ما بين تونس والجزائر هي تخلي قبل كل شيء نركزوا على النقطه اللي يحكيها هو في الاكستري انت جيرانك اليوم يا تي بونس انت اللي جيبوا فيهم قويري وشرقي وغيره والمغاربه تي بونس بلاش انا نعرف حاجات انا اشتغل معايا مدرب حراس المنتخب الجزائري عامل دوكوب دي موند ودوكوب دافريك يحكي لي حاجه دور الشيخ دول اللاعبيه مش يجيبوهم عمليه الاغراء مش باهي كانت عمليه الاغراء اللي انديسونت شويه لكن عمليه الاستقطاب اتونسيون حاجات خياليه احمد ما تتصورهمش انت بكل ما تتصورهمش اليوم لا ماهمش موجودين في تونس ماهمش موجودين يا اخي احنا توا الفوتبول نتاعنا تحب تخرجوا من بيئه نعرفوها الكل احنا هنا نشدوا في الصف على الزيت وهنا ناس بطاره نتاعنا باهيه وهنا ناس التعليم نتاعنا تعب وهنا ناس الصحه نتاعنا كارثيه تحبوا الفوتبول نتاع اليابان نتاع السويد نتاع ايطاليا نتاثروا بالبيئه الموجودين فيها اوني دونز اون بيريود تري ديفيسيل المبادرات يكون نتاع الاصلاح ومبادرات نتاع تغيير البيئه هذية هاني قلت لك يلزمها اراده سياسيه لانه الافكار صدقني والله موجود توا ما فماش تقريبا 40 فما مشروع مهم جدا للمنتخب ومستقبل المنتخب وللقادم نتاع المنتخب هذا كان تصريح قيس اليعقوبي ولأثار جدل كبير الفكرة اون جينيرال اللي حكيها قيس اليعقوبي نوعا ما ماهيش غلطة والتمشي متاع الفكرة هذه والتسلسل متاع الحجاج متاعه ماهوش غلط لكن لو كان نسمع بالضبط شنو قال اللي هو كان أحكيه على شقائنا الجزائريين والمغربيين وقال انه فما مدرب حراس كان هو اللي يعطاه المعلومات إذية مدرب الحراس اللي يحكي عليه هو حسين بالحاجي دونك حسين بالحاجي اللي خرج اليوم في الخبر وحكي دونك قال انا متفاجئ صحيح خدمت مع قيس اليعقوبي في شبيبه الثوره المده التالي والمده ما فاتتش الاربع شهور اما عمري ما جبت الموضوع هذا معاه وعمري ما حكيت على الشيء هذا وعمري لا قلت انه المنتخب الجزائري يستقطب الجوارات البي ناسيونو بالفلوس دونك
تحط في موقف خايب هنا قيس اليعقوبي ندخل. علما وأنه التصريح أثار جدل مش كان معناها في الأوساط المغاربية تونس والجزائر والمغرب، لأنه اليوم مثلا RMC سبور مهبط تصوير قيس اليعقوبي لو غرو ديراباج دو سيليكسيونور تونيزيان انفير لي سيليكسيون الجيريان وماروكان ابري لا ديفيت دي زيك دو كارتاج فاس على غامبي. سفيان هو اللي حكيه قيس اليعقوبي يمكن قاعد معمول به على الأقل في الخفاء قاعد يصير، لكن يمكن التوقيت متاع والطريقة اللي قالت بها في الخفاء وفي العلن أنه جايين الملعبية ليزيكيب ناسيونال متاع بلدانهم يمر عبر نقاشات ومفاوضات مع وكلاء أعمالهم. هذا يعرفوه العبد كل أن قالوا قيس اليعقوبي أن تولي مشكلة، أن معناها ما هيش غادي المشكلة. لكن هل عنده الحق أنه يقول راهو مدرب الحراس هو اللي قال لي شيء؟ قالوا على خاطر قالوا تو سامبلومون، وعلى خاطر الآخر ما عندوش الشجاعة باش يتحمل مسؤوليته ال وهذاك هو الواقع. لا ماهيش أسرار عسكرية معناها في الأخير، ماهيش أسرار عسكرية، ما ينقص حتى شيء. لا من السيستم يخدم هكاكا، ماهيش شتيمة. لا ما ينقص حتى شيء من منتخبات المغرب ولا الجزائر، اللي هي منتخبات مغاربة وجزائريين ومستوى راقي ويخدموا على رواحهم بسقيهم وخلصوهم على المستوى نتاعهم تو سامبلومون. ويا ريت احنا عندنا 25 من المستوى اللي عند المغاربه والجزائريه ونخلصوهم مليارات باش نكونوا في المستوى نتاع المنتخب المغربي. بوركوا با ما نحبوا احنا نعملوا الكره متطوره وبروفيسيونيل، هي يلزمك تقبل منطق البروفيسيوناليزم ان ال بعد حتى من الجانب الاخر كي حكى على تونس يقول لك ما تنجمش عندك استادات الكازوم تاعهم تبن وتعمل بها ايكيب خارقه العاده. ما تنجمش بلاد تشد الصف على الخبز والسميد وشنو صحيح الفكره صحيحه اي معناها ما فما حاجه اسمها الانسجام. قيس يعقوبي سامحني انا كممرن بالرغم من أنه ثقافتي الرياضية تقرب برشا للصفر. لا يزي عاد سفيان بارك الله من ثقافتي في الرياضة كممرن ممكن مراهش ممرن كبير، لكن كشخص نعطيه معناها بكل صراحة نعتبره شخص شجاع وتحمل مسؤوليته. باه هو شخص شجاع صحيح، باه سي ان بون كومونيكاتور. واللي قالوا صحيح، اللي قالوا صحيح المبينات الشنيه انك انت كي تقول حاجه معناها متماشيه منسجمه مع الواقع والا لا. لكن بروفيسيونيلمون هنا كلام تقال في الفيستير ولا تقال في الخفاء خلينا نقول، ولا بينات زوز خدموا مع بعضهم في فتره معينه، ما يجيش يتقال في كونفيرونس دو بريس. ايه معناها فسر لي عليه شيخ، هو سكري ديتا مش سكري ديتا المنتخب الجزائري ما يحبش يا اخي انتم حكيتوا سكريتو ان واسمعوا يلزم نتعلموا في المسؤولين مهما كان مستواهم من العمده للرئيس الجمهوريه اكثر شيء من هك. يلزم نتعلموا انه كي نقولوا حاجه نتحملوا المسؤوليه. اللي ما نحبوش اللي ما نجموش ولا ما نحبوش نتحملوه ما نقولوش. علما انه التصريح هذا وهذه ريق نتاع ما قلتش والا اخرج من سياقه ان راهو قله شجاعه. علما وانه التصريح هذا ما نقولش غطى على هزيمه المنتخب البارح، ولكن اثار جدل كبير في علاقه بالهزيمه. اثار جدل صحيح، لكن هذا ما يمنعش اخزر
احنا منا زعام في انه ان كي واحد يورينا حاجة بصبعه نغزر الاصبع ما نغزوش الحاجة اللي ورا. البارح فما هزيمة فما معناها ايكيب ناسيونال ما جات حتى شيء فهمت واللي تستحق الخسارة. سنمشي ونلوجوا على حاجة ان التصريح متاع قيس يعقوب كيما مميش طلع الكرة عمل فودما اسمها فودما نمشي ونوليو نحكيو على انه مسحور سحر ومش على السحر والشعوذة وكذا العيب عيب. لكن هذا اللي عمله قيس يعقوب ما نقدموش كهو خسر المباراة سوني با اون مانوفر دو ديفيرسيون خلط الكل في المنظومة معناها اللي هو كلامه موش غلط من جهة في المنظومة لانه ليكيب ناسيونال نتاعنا بالعباد اللي فيها توا بمستواها توا بظروف خدمتها توا جيب غارديولا ما يخرج منها حتى شيء الـ هذا صحيح هذا اللي يلزم نقولوه ليكيب ناسيونال نتاعنا حطيناها في ظروف انه ما يخرج منها حتى شيء باهي ان ال شنو وليو اللوجو على انه او تصريح مش في بلاستو او اجريسيف او سحر او شعوذة او درا شنو او بدلوا حوايجه او عيب ان ال معناها في الحقيقة السبور تونيزيان a besoin de gens sérieux مش مشعوذين. علما وانه كي نجيو نشوفوا اخر زوز مباريات المنتخب التونسي في ملعب رادس الزوز خسرناهم ومش ضد منتخبات افريقية عريقة جدا لانه ملعب ما يصلحش للعب لا ابار حتى الملعب نلعبوا ضد جامبيا وضد ليزيل كومور خسرنا واحد بلاش دوك في زوز مناسبات نلعبوا فيهم في بلادنا جامبيا لعبنا معها اربع مرات خسرنا ثلاثة مرات واضح دوك ما هيش حاجة جديدة أي. داكوردو قبل المره هذه خسرنا معهم في الكوب دافريك يعطيك صحه ماهيش حاجه جديده ليكيب ناسيونال نتاعنا تقول لي يلعبوا في رادس اللي هي يلعبوا في رادس بلا جمهور لانه الجمهور هجرها لانه يعرف اللي ماهيش جمعيه اللي باش تضيع عليها الليله وانت تحت السرد لا معناها ما تصلح لشيء دونك ما يمشي لهاش ان وما تقولش وطنيه راهو الكره فرجه قبل كل شيء فرجه. شكرا لك شكرا لي هذه تاع الكاف انتم لاصقين فيها تاع الكاف يدخل وليد صادي في الكاف يدخل في الجروب تاع لاكاف في الاكزيكوتيف او يحضر خطره مش عارف كومبيان دو طون دو ريونيون جو نسي با شحال شهر او شهرين او ثلاث شهور مش عارف كومون الاخر تاعهم بروغرام تاع لاكاف لا سا بريزونس اللي نقولوا اللي امبورطون باسكو كي يكون واحد حاضر ماشي كيما يكون الكرسي غايب بهذيك البلاد اللي لي كلوب سورتو نيفو دي كلوب يحقروهم وكذا. انا رايي قلته لك ونعاوده لك انا مادام بيا يدخل بصح انا سيتي ديفلوب با لو فوتبول يدخلوا حتى 20 يحكموا لاكاف اي فوزافي لو ميور اكزومبل فزافي موتسيبي حكم لاكاف بلادو ما تدي حتى مادت حتى كوب دافريك هاد ملي راه هو تقول يقولوا المغرب هو اللي حكم كاع لاكاف المغرب ما ادت حتى كوب دافريك بصح ربما نقترب على بن شيخ من صناعه القرار لانه الامر تولي دبلوماسيه رياضيه جزائريه ماشي على مستوى ماشي. الكاف راك تحكي مع مينيستر ليس فقط مع رئيس الفاف صح عليه ويقول لك صنع القرار يقول لك هنا اروح طور روحك ومن بعد القرار وحده يجي يعني هي اللي يعاون هذا هو تكون وزير ولا ما راكش وزير راك رئيس اتحاديه وعندك منصب في هذا البوست هذا في لاكاف تا بريزونس اللي لا تخلقهم شويه ما ينجموش يحقروك 100% يسمعوك تسمعهم تهضر معهم دير علاقات هادو قاعدين داروا بصح سيتي ديفلوبا تون فوتبول واش راح دير بلاكاف واش راح دير بلاكاف نقعدوا في لاكاف نعسوا بالك يحقرونا هذا هو انا ديفلوبي لي الفوتبول ارجع دير دي زيكيب ناسيونال في القمه في المستوى يوليو يدوميني ويوليو يلعبوا الفوق ايكيب ناسيونال تولي تدي
لي كلوب يولي يديو لي لا كاف تريسبكتيك بصيف عليها باسكو ريزولطا اللي يهضر انا هذا هو اللي يهمني. دونك ان شاء الله يحكم بوست هذا تاع لا كاف وحده فيه بوركوا با ان شاء الله. كيف تشوف التوسيع تاع المهام امين اكسس؟ هل هي هذا التعيين راح يكون يعني سلاح ذو حدين من جهه صلاحيات ومن جهه انشغالات كثيره؟ راك تحكي هنا في الرياضه الجزائريه. في الجزائر شوف الرياضه الجزائريه ليس فقط كره قدم مختلف كل الرياضات اليوم وليد صادي عنده القوه عنده البوفوار هذا شيء مهم في الرياضه باسكو كي تكون بريزيدون فيديراسيون ما تقدرش عندك دروا تحكم غير في الرياضه يكون تكون عندك القرارات اللي تاخذهم غير في الرياضه غير في الكره القدم بصح اليوم عنده صلاحيات كاع صلاحيات تاع الرياضه الجزائريه سواء كاراتي جيدو باسكت كاع واش كاين اليوم احنا المشكل في الجزائر بالك ما عدا كره القدم اللي فيها شويه امكانيات لي زوطر ديسيبلين ما كاش لازم نقولوها الاغلبيه راهم يسيرون بالديريكتوار ما كاش ما عندها اليوم رأس. اليوم هو علاش قلت لك مقبلات لازم له رجال معاه لازم له يبني منظومه باسكو ما يقدرش وارد صادي وحده يغير كاع هاد الحاجات هادوما لازم يدير ناس اللي عندهم كفاءات صح ناس اللي عندهم كفاءات ناس اللي قلت لك مقبلات اللي يحبوا البلاد ناس اللي ما يدوش مور طابلة فهمتني كيما راهو يصرى في كره القدم دونك الناس اللي تحب البلاد وتحب يحب تطور هذيك الحاجه دونك اليوم وليد صادي عنده صلاحيات هذوما لازم اني قلت لك يبني يدير معها رجال اللي يطوروا هذه الحاجه باسكو ما كاش بلا هاد الرجال وبلا الناس اللي عندهم كفاءات ما تقدر دير والو ومن بعد لازم شنو اللي يغلط يخلص باسكو انت كيفاش تسقم حاجه انت وكان هذا الانسان يغلط وما راح دير له والو وتخليه في هذاك البوست ولا تنحيه برك وما يتحاسبش هذا الانسان راح تريح لا ماشي كل مام اللي يجي واحد اخر ما حيخاف ما راح يخدم سيريو ما راح دونك اليوم عنده البوفوار باش هو صاحب القرار كاع في كل الرياضات وفي كل المجالات دونك ان شاء الله نتمنوا له كل التوفيق راني قلت لك لازم بوكو بليس ننسيستي على الناس اللي راهم جايين معاه هذا ما نعم تشاطروا الراي ياسين سالمي امين قال كلمه امبورتونت قال رجال اعاده هيكله مختلف الاتحادات هو وبدءا بمبنى وزاره الشباب هو والرياضة. يقول قبل ما تنصب ان يقول لك قال في الازمه ازمه رجال يعني اليوم لازم الرجال عندهم كفاءات كلم امين قال رجال وزاد لصق معها الكفاءات لانه اليوم ما عندكش الكفاءه حتى ولا تكون كاين رجال الكفاءات هي صح اليوم الكفاءات كيفاش راهي تطور الكره احنا اليوم لعبت كوب دوروب اللي فاتت ولعبت كوبا امريكا واحد فينا ما دار بحث ما هم المشاكل اللي صرا في كره القدم لا جامعات ولا ديتيان واحد ما عمل لك بحث في كره القدم صدق اليوم البحوث في كره القدم راهي موجوده واش تطور فيهم واش تغير كنا تكلمنا كاين افكار الناس راهي تقول لك اليوم ما كاش هكذا بصح اليوم راني نقول لك الكفاءات هذه اليوم راهي عنده تكون عنده الصلاحيات احنا واش تقول اليوم على وليد صادي صدق راح تسنى وراك تشوف واش راح يطور كيفاش راح يعمل ما تقدرش تقول يدير ولازم نهض انت تشوف هو اليوم راه وزير المكلف بالرياضه راك تشوف وتسنى التطورات تاعو الرجال يعملهم في المناصب كيفاش يغير هذه الرياضه كيفاش يطور هذه الدنيا رانا سمعنا اليوم كاين رياضات الاخرين اللي ديكلارا فورفي كاين دوطر سبور كيما في الباسكت راح البوفاريك اليوم لي في تاع بوفاريك يزون ديكلاري فورفي باسكو ما عندهمش باش يديروا الاشتراكات يعني كل هاد المشاكل اليوم راهي كلها لازم تعاود تشوف النظر تاعها تشوف كيفاش راهي تتسير الاموال كيفاش تتسير خلاص اليوم ملي قلت لك ما دام تدخل الرقم انا ما كاش 100 فرق تزيد تروح على كوش ولا على دروات الناس ولا دير بوليميك على تيكيات ماشي قابلين باش يبيعوهم في لو سيت باسكو علاش لو كان ما يبيعهمش كي يبيعهم هو عنده الدروا يقدر يسرق بصح في لو سيت ما يقدرش يسرق تو تي كالكولي هذه فقط نقطه من هذه نقطه من المشاكل. النقاط يعني اليوم كي تدخل الرقم انا تاعك هو تكلم عليها وقال اعاده الهيكله بمعنى راح نشوفوا إعادة الهيكلة كيفاش وكيفاش راح تكون من الغدوة التطور تاع أمين أكساس وتاع عناية وتاع خويا في الصحافة وفي كرة القدم كالسون لي نوفيل توندونس واش نحو نقرا واش ما نقراوش هذا هو الصح اليوم واش راح يتقفنا باسكو احنا واش لازمنا اليوم خويا لازمنا ثورة ثقافية سيتو هذا ما واش رايك عبد الملك؟ أكيد في هذا التوسيع للمهام علما أنه مختلف الاتحادات تتخبط في مشاكل لا تنتهي فوضى عارمة على مستوى جميع الاتحادات احنا في الجزائر عامة نشوفوا غير اتحاد كرة القدم لأنها الواجهة يعني في الجزائر وفي العالم كامل لكن لو تعاود تروح تشوف اتحادات
جميع الرياضات بدون استثناء، هذا ديريكتور، هذا إقالة، هذا يعني شكوى برئيس اتحادية، شكوى بنائب رئيس اتحادية، الأمين العام في المشاكل، الأخرى هو في الشرع، فوضى عارمة في الرياضة الجزائرية. الآن وزير الرياضة وليد صادي أول شيء له، أول مهمة له هي تنقية المحيط، مثل ما فعل في المحيط الكروي، نتمنى يعاود ينقي المحيط الرياضي. أكيد بدءا من مبنى يعني أول ما يعني تابع وزارة الرياضة، ويهبط حتى آخر اتحادية أو آخر جمعية يعني رياضية في الجزائر. احنا شفنا باللي رئيس الفاف يعني والوزير الرياضة حاليا قام بتنقية المحيط عندما جاء الفاف، أول خطوة تلقى صعوبات ما خلاوش يخدم، والآن أكيد المجال مفتوح عنده الورقة البيضاء أكيد إن شاء الله يخلوه يخدم، وإن شاء الله يعني يكمل في المسار تاعو، ونعود نشوفه يعني وش فعل في الفاف يعود يوسعه أكثر. مش يخلوه يخدم، هو اللي راح يخدم اليوم أكيد. يخلوه يخدم كي كاين عراقيل صح اليوم، هو اللي عنده بصح يقدر وقتها ما يخليكش تخدم. كيفاش ما يخليكش معليش على بن شيخ؟ وجهه سؤالي على بن شيخ اللي كان في حصص الهداف في سنوات خالت، دائما تتحدث على المشاكل التي تخبط فيها مختلف الاتحادات وليس فقط كرة القدم. شوف باش نكونوا صراحة، أنا رأيي ممكن نكون غلط، سي وليد صادي ديجا الحاجة الأولى اللي لازم ينقي سي أو نيفو دو مينيستير لو مام أو نيفو دو إم جي إس، الناس اللي مدة سنوات في الإم جي إس والكوارث في كاع لي سبور إون بارتيكولي بيان سور لو فوتبول. دونك سا نا با مارشي دو تو، أو كونتراس شفنا العجايب صاروا. دونك هنا لازم يصفي ويدير ناس لي تري كومبيتون وسيرتو ثقة معاه يخدموا، يخدموا له ليه تمام، يخدموا للبلاد. ديجا يبدا تم تنقي باش تنجم تقلع مليح، سينو ما تنجمش تقلع مليح. واحدة il faut réformer le sport هذا، il faut réformer le sport et en particulier bien sûr le football. Il y a énormément d'argent في الفوتبول، des fortunes راهم في الفوتبول، les autres disciplines pratiquement zéro. Et c'est pas normal. Il y a énormément d'argent في الفوتبول اللي راهم يروحوا بدي سالير اللي العقل يروح. ولازم الناس لازم هو كوزير يحوس يفهم علاش هاد لي سالير. باسكو سي با نورمال. Quand tu donnes un salaire de 650 millions joueur, joueur عادي. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas. Khoya, là, on ne jette pas l'argent avec Dak. Ou Mnaya, qui m'a dit Khona Selmi, fait Boufarik, le Bnet et Rohou, forfait les NA faute de moyens. Là, on a Manatek 600 millions. Est-ce que tu es international? Est-ce que tu es frère de Stadam, la foule, et tu es un Nibik? Ma cash. Hadi. عس الاموال تاع البلاد تاع الشعب هذا ضروري لازم وين يروح في لي كلوب يفو كي لي دي زونكيت شاك سي موا سي لو فو باسكو هادو غاناتيك راهم يروحوا باطل سون بارلي دي انفراستركتور تاع لي زوتر ديسيبلين اللي نتكلموا عليهم كوارث وريناهم حنا في الهداف مده سنوات لازم يتراجعوا ويتسقموا وكذا تو رومي لي شوز لو تراهم مارش باش الناس تولي دير الرياضه وتحب الرياضة. كاين حاجة أخرى مش عارف شكون اللي قال من أحبابنا منا قال لك كاين اللي هو وقيلا كان في ديريكتوار الآخر منا الآخر يولي لازم يولي تطبيق القانون، ما كاين لا صاحبي لا معرفة لا انترفونال لا إكس لا إكراك. دوكا راه وزير شباب ورياضة هو اللي قرر على الرياضة تطبيق القانون. القانون يقول ليزيليكسو يندارو هكذا تبقى امشي لي على القانون. يطلع فلان رئيس اتحادية تاع اي ديسيبلين يطلع ويجيب ليكيب تاعو تخدم وتكل على ربي فهمني. والاموال اللي يعطيهم لازم يجتمعوا وين لي فوكيلي دي دي دي
دي بروجي ا موين لون تيرم. حنا راهي هكذا ماشيه في لي زوديسيون ماشيه برك، كاين اللي عنده شويه درهم، كاين لو يتمرمد، كاين دي بريزيدون فيديراسيون كانا اللي لا غالب عليهم عندهم دي بريس دي فيديراسيون دوتر سبور كانا لا غالب عليهم دي بريسيون منا ما كاش لي موين فوت دو موين تو سا اي فو ريبارتير سيت ارجون خويا. اكيد فو ريبارتير سيت ارجون، ماشي واحد يصرف 80 مليار و بوكسور ولا كيما هذيك اللي اختنا اللي جابت لنا ميدايدبور مسكينه ممكن كانت تدرب مانيش عارف كيفاش فهمني. الو كاين دوتر زاتلات في اي غارسون اخي ما كاش لي مويان. انا نشوف نجوز انا طريقي دائما نجوز منا على سان جويلي سان نشوف الناس تجري في القدرون وسي دي زاتلات اي فو اي فو ريفورمي اي فو كيليي اون ريفورم سينو ما ننجموش نافونسي ويروح هو يجي واحد داخل ونقعدوا غير نبريكوليو نبريكوليو انسي دي سويت او نيفو دو لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول. دوك نجمو نزيدو نتكلم نقول هادي ونحبس هنايا اي فو اي فو كيليي كان اون ريفورم في الفوتبول الجيريان. دركا تيكي لي طون انت يا الناس اللي راهي في الفوتبول اللي تاع الفوتبول ما كاش لي فوتبالور وكاين ناس ما يعرفوش الفوتبول وخاطيهم الفوتبول وهما يقرروا على الفوتبول وقالنا تحبس حاجه واحده تاع يا سي وليد ان شاء الله دوكا راك وزير ما لازمش واحد يتنحط بالمعرفه مانيش عارف منين رانا نرماركيو سارتان مين يوب يخرج مين جا هذا ما نعرف مين طاح هذا بيرنوال 24 او جا لا اخي وانت ويجي يتحكموا في الفوتبول والناس تاع الفوتبول اللي عودت والناس تاع الفوتبول ما كاش اهل كره القدم او نيفو دي سيليكسيون دي زيكيب ناسيونال ما كاش لي فوتبولور في القمه. يجي واحد لعب 3 دقائق ونص يقول لك العب فوتبول كاع كاع لعبوا ما هذا لا كاميرا ما لعب في الحومه بس حبسوا نرجعوا الفوتبول لماليه يفو علاش قلت لك يفو كيليي اون ريفورم اي بوان سي تو. رجعنا لكم من جديد الاصدقاء، كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش اللايكات ديالكم الاراء ديالكم خلال التعليقات، ايضا ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بجميع الاشعارات ديال الفيديوهات ديالنا والاخبار والتحليلات والنقاشات على قناتنا وقناتكم ام بي توب. نتلاقاو في فيديو قادم وخبر قادم ان شاء الله. السلام عليكم.